وفد من الوجهاء البدو من شمال البلاد وجنوبها وصل اليوم إلى مزرعة هشكميم وقدم التعازي لأبناء عائلة شارون لنجليه عمري وجلعاد شارون. جينا اليوم ممثلين عن البدو بالشمال وبالجنوب، جينا نعزي عائلة أريك شارون، استقبلوها بترحاب وانبسطوا وأكدوا على تتمة المشوار تبع أبوهن أريك شارون. شارون للمواطنين البدو كان كالأب الراعي لمصالح المشاكل البدوية والقرى البدوية. وجدنا عنده الحلول التي تليق وتحترم البدو إن كان في الشمال وإن كان في الجنوب. الوجهاء البدو أكدوا أن علاقات متينة ربطتهم برئيس الوزراء الراحل أرييل شارون من خلال خدمتهم معه في الجيش ومن ثم خلال رئاسته الحكومة 11 لدولة إسرائيل. أريك شارون الله يرحمه كان قائد وكان مليح مع الطائفة البدوية بالبلاد بالجنوب وبالشمال، وكان رجل عمل ورجل صالح ورجل حرب اللي كلمته كلمة صادقة. طلبوا أن يكون العلاقة بيننا وبين أباهم المرحوم أن تتواصل، ووعدونا بزيارة لبيت الشهيد البدوي الذي أباهم دشنه لكي نقف هناك ونتذكر أباهم ونقيم له نصب تذكاري في بيت الشهيد. نجلا شارون عمري وجلعاد شارون شكرا أعضاء الوفد على تقديمه واجب العزاء وأكدا على ضرورة توطيد العلاقات بينهما وبين المواطنين البدو والمساهمة في إقامة مركز تراث شارون في هذه المزرعة.